لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث السياسي حسين أو حسن النيفي. أهلا بكم سيدي. تحية لكم وللسادة المشاهدين. ما الجديد على جدول أعمال مباحثات أستانا في جولتها 13 والتي ينتظر انطلاقها يوم غد؟ من المعلوم للجميع أن هذا اللقاء هو رقم 13 من مسار أستانا، ومن المعلوم أيضا للجميع أن مسار أستانا كان من المفترض أن يبحث في القضايا الميدانية، يعني ما يتعلق بوقف إطلاق النار أو الإفراج عن المعتقلين أو فك الحصار عن المدن، ولكن حقيقة الأمر مسار أستانا لم يجلب إلا الكارثة للسوريين، فتحت بند خفض التصعيد أو مفهوم خفض التصعيد لقد تمكن النظام من السيطرة على الغوطة وعلى درعا وكذلك القلمون، وقام بتهجير أهلها، واليوم إدلب هي المنطقة الرابعة من مناطق خفض التصعيد، ونرى أن العدوان الروسي بالإضافة إلى نظام بشار الأسد مهدوا لهذا اللقاء بهجوم بدأ من منتصف شهر نيسان الماضي وما زال الهجوم على مدينة. لو نتحدث، سنترك إدلب قليلا، نتحدث عن أبرز النقاط التي وردت في أجندة الجولة 13 لهذه المباحثات والتي ستتحدث عن الملف السياسي، عن اللجنة الدستورية، عن أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان. نعم، ما هو جديد في هذا اللقاء؟ يعني هناك مسألتان، المسألة الأولى هو بحث مصير اللجنة الدستورية وقد كان مختلفا عليها من قبل حول وجود 6 أشخاص ينتمون إلى قائمة منظمات المجتمع المدني، ربما يتم التركيز على هذه المسألة. أضف إلى ذلك هو حضور طرفين هما لبنان والعراق بصفة مراقب، ولكن قبل أن يعني نتحدث عن التوقعات التي يمكن أن تتمخض عنها أستانا، يجب القول بأن المواضيع التي تطرح هي ليست القضية السورية فقط، وإنما مسار أستانا يمثل مصالح الدول الراعية له، وخاصة الجانب الروسي والجانب التركي. ويعلم الجميع أن الحرب القائمة الآن في إدلب هي نتيجة خلاف سياسي روسي تركي ينعكس على الأرض. نعم، في هذا السياق بالحديث عن إدلب تأتي إذن مباحثات أستانا في ظل قصف وحشي من قبل النظام والحليف الروسي على إدلب. ما مدى إمكانية الجلوس والتفاوض مع مرتكبي القصف على مناطق خفض التصعيد التي أصلا سبق أن تم التفاوض عليها في أستانا؟ المؤسف أن وفد المعارضة السورية يقوم بدور وظيفي أكثر مما هو دور وطني. كما قلت قبل قليل، مسار أستانا هو يعني ينظم العلاقة بين الأطراف الإقليمية والدولية، ولا يبحث فقط في الشأن الوطني السوري، بل الأولوية هي لمصالح الدول الراعية. وبالتالي فإن وفد أستانا من المعارضة السورية هو يؤدي دور، كما قلت، هو دور وظيفي أكثر مما هو دور وطني أو حيوي. لذلك نجاح أستانا أو تمخض شيء عن أستانا إنما هو موقوف على تحقيق اتفاقات أو تفاهمات روسية تركية، إن حصلت فربما تنعكس على مدينة إدلب أو على ربما تخفف من حدة الهجوم على إدلب. الجهات الضامنة لهذه المفاوضات تركز على نقاش الملف السياسي وتأسيس لجنة دستورية. ما فرص نجاح هذه الملفات في ظل استمرار القصف في إدلب؟ أعتقد يعني اللجنة الدستورية أو موضوع اللجنة الدستورية هو المسألة التي يستثمرها الروس من أجل استثمار الوقت لا أكثر ولا أقل. يعني لا يعقل أن عقدة الخلاف حول 6 أشخاص هي التي تجعل اللجنة الدستورية تتوقف لمدة 2 سنين، يعني منذ 2 سنين بدأوا بمشروع تشكيل اللجنة الدستورية وحتى الآن لم تنتهي. الروس يماطلون، يريدون أن يحققوا تقدم أكثر أو نجاحات أكثر في حيازة الأرض. كانوا يعني يؤملون في السيطرة على مدينة إدلب،
حتى تكون بيدهم أوراق قوية في المفاوضات. إلى أي مدى تتوقع أن تشكل الانتصارات التي حققتها المعارضة خلال الأيام الماضية أن تشكل ورقة ضغط للخروج بمكاسب من مباحثات أستانا في هذه الجولة؟ أعتقد أن ما جرى على الأرض يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على أستانا، لسبب كما قلت يعني نجاحات أستانا تتوقف على تفاهمات روسية تركية، ليس فقط حول المسألة السورية وإنما حول مسائل أخرى، يعني المصالح الاقتصادية بين تركيا وروسيا، مسألة صفقة الصواريخ S-400، مسألة تمدد تركي شرق الفرات، كل هذه المسائل سوف تكون حاضرة على طاولة المفاوضات. ثم دعيني أقول أيضا سيدتي بأن يعني الانتصارات يمكن أن نسميها هو صمود، نعم أبدى الثوار صمود وبسالة في التصدي للعدوان الروسي، ولكن هذا الصمود وهذا التصدي إن لم يرفضه موقف دولي داعم من شأنه أن يوقف الهجمة الوحشية. يعني الآن الحالة الإنسانية هي حالة سيئة جدا، أهلنا في مدينة إدلب يواجهون الموت منذ 3 أشهر، أكثر من 100,000 نازح حتى الآن قد نزحوا من قراهم ومن بلداتهم. ما نحتاجه الآن هو وقف إطلاق النار، أن يكون هناك موقف دولي رادع للتوحش الروسي للأسف. شكرا جزيلا لك الباحث السياسي حسن النيفي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.